واش لافامي كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، فين تكونوا كاملين بخير. هاد الانترو كنديرها في الطوموبيل، علاش؟ بحيت لافامي عندي عندهم الصور بزاف كيبرسطو الراس، بغيت نديرو هنايا. علاش اخوتي كندير هاد الانترو؟ واحد البنت من شحال هادو هي كتطلب فيا، كتقول لي راه الوالده نتاعي كدير شهيوات، وديما كنقولها ان شاء الله ان شاء الله، وجات الفرصه ان شاء الله غادي نديرو لها الدعم. لا عطيكم ما تتمنوا، نتمنى كاملين ندخلوا هاد المهمه، راه كدير شهيوات، ونتمنى يعني تسوبورتيهم من القلب. غادي نخلي لكم لينك تاعها لتحت، بغيتكم كاملين تدخلوا توصلوا غير واحد 5000 ولا 4000 ابوني ولا مهم. بغيتكم كاملين اي واحد شاف هذا الفيديو يدير بوز، يدخل يدير لها ابوني ويحمسها، خلي لها شي كلمه زوينه في الكومونتيرات. راه مسكينه ديما كدير الجديد، كدير شي حوايج زوينه بزاف. ها انتم هذه هي القناه نتاعها، غادي نخليها لكم لتحت في الليان. فوالا، ها هي غادي تدخلوا ديروا لها افوني اخوتي، ومره مره ان شاء الله غادي نعاونوا شي واحد بشي بالدعم. وراكم عزاز، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، فرجه ممتعه. واش لافامي كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، فين تكونوا كاملين بخير. هذا ماشي فلوغ، ماشي تشالنج، تجربه اجتماعيه جديده. اخر تجربه اجتماعيه درناها هي في مدريد، معرفتنا في الزنقه. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نمشيو للمليليه، غادي نمشيو نشوفوا المعاناه نتاع الشاب المغربي اللي ما لقاش يعني داك الشيء اللي كان باغي في بلاده. غادي نمشيو وغادي نصوروا معاهم، بغينا نسمعوا واش غادي يقولوا، ما بغينا نعرفوا المعاناه نتاعهم. على الزعمة اضطروا باش يحرقوا والنيفو نتاعهم تاع القرايه. المهم بزاف الحوايج ان شاء الله، واحد الاكسبيريونس اللي زوينه بزاف. لقيت هنا دابا في وجده، راه 24، انتوما راه 24. غادي نمشيو نشدو ان شاء الله الكار نتاع 4:30 هنايا في المحطه نتاع وجده، شي 3 سوايع نتاع الطريق تاع الناظور، ومن الناظور تاع مليليه. يعني غادي نلقاو شويه نتاع المعاناه في الطريق. وهادي لذلك اخوتي بغيتكم ديروا شي لايك، تخليو شي كومونتير زوين في حقنا باش تحمسونا، باش ندير لكم حوايج زوينه ان شاء الله. غادي نعيش واحد الاكسبيريونس نتاع نهار اللي غادي نباتوا تما، غادي نباتوا في الكرطون، غادي نباتوا في الزنقه، غادي نشوفوا داكشي كامل تما نتاع مليليه. بغيت نوريكم ديك المعاناه يعني اللي كيعانيو خوتنا المسلمين فيها. كنلقاو دراري صغار، نلقاو دراري كبار، يعني هو ماشي لخاطرهم باش مشاو تما. لذلك غادي نمشيو وغادي يعني نكتشفوا وعلاش مساكن مشاو تما والمعاناه نتاعهم. مع خويا بدر، ها هو خويا بدر الزين، غادي يخلي لكم لاشين تاعو لتحت. تصور غادي يدير واحد الفيديو، راه كيدير فلوغات لاشين تاعو لتحت. اخوتي واش غادي نديروا له شي هجوم؟ معول عليكم. شوفوا فريقنا مع 4 نتاع الصباح باش نوريكم داك الشيء. نقطع مع 4:30 نمشيو للناظور ونوصلوا مع 8. غادي تشوفوا الحقيقه في الدقيقه، داك الشيء نتاع ولاد الشعب. غادي نمشيو تما نصوروا مع خوتنا، نشوفوا واش دا كاين ونكملوا. المهم لا فامي، ها هو الكار اللي غادي نمشيو فيه، وما عليا الا نقول لكم مرحبا بكم في مغامره جديده. ليتس جو. واش لا فامي، حنا وصلنا للفرونتير. المهم غادي نقطعوا بني نصر، حيت انا انترديت التصوير انتوما. لذلك نوصلوا ان شاء الله، نقطعوا المليليه ونكملوا لكم التجربه الاجتماعيه اللي غادي نديروا ان شاء الله. ليتس جو. المهم لا فامي، قبل ما نبداو المغامره خصنا نقصيو داك الشيء نتاع ولاد الشعب. اللوكس اللوكس ولاد الشعب كاسير وفرماج. انتوما لا فامي، الديوانه خليناها غير هي بدر. قوم جينا نسينا نقولوها له. الله يحفظك. انتم شوفوا على فريز تاع ولاد الشعب. هو الساب. لا فامي، هو غادي يقول لكم هو حطكم في الجنة. مبغمبغ. انتم لا فامي، بلاصة اللي احنا فيها. كاين عند هذا. داك الشيء هاي كلاس. ها هو. ما تلاقينا وليدات زيو خدامين على راسهم، هذا البوست نتاعكم. انتم الله يسهل عليكم، خدامين على راسهم حلال. بارك الله عليكم، قولوا اللي بغيتوا. ها انتوما اللي في الغربه اللي يفتجع عليه، واللي في البلاد الله يطلق سراحه. امين. يلا خويا. واش لا فامي، المهم رحنا وصلنا، دخلنا من ليليا، بغينا نتلاقاو الدراري. احنا تلاقينا واحد الدري، قول لهم السميه تاعك. سميتني معاد شادي. كي داير اللاباس؟ ماش من مدينه؟ ها من الناظور. من الناظور. انت مسكين خدام على راسو، ها هو كيبيع الماء. شوفوا بالله يعني ولا المغاربه كيجيو كيخدموا على راسهم، يعني الواحد ماشي جاي هنا باش كيشفر، ولا الواحد جاي هنا باش يعني يحسن الحياه نتاعو، حيت هنا كيلقى شي حوايج اللي ما لقاش في بلادو. وانت كاين في السنترو دابا، شحال جايب في السنترو؟ دابا عام 40. وبغينا نعرفوا كيفاش كيعاملوا. كيعاملونا مزيان، ولكن خاصك ماشي بقا تكل عليهم، خاصك تهود تخدم. تخدم شويه تكبر على راسك. تطلع ترجع تخدم، دير مستقبل ديالك. ماشي
راكو سمعتوا يعني ماشي هما كلشي غادي يوفروه لك، خصك انت يعني تخدم شويه تحرك هادي، وكيعلموكم شي مهنه تقريوكم. وعندي قرايه سميتو قرايه مع ساره والكنسالين هذا سالي دابا العطله، ولكن كتقرا هو تنقرا دابا مزيان الدري يريح معنا كيعاود لكم يعني الوضعيه نتاعو، هادشي اللي بغينا نوريكم حنايا. الحمد لله خدام على راسو كذا. شحال عندك دابا مسام؟ عندي 14. يعني فوق كدير 18 سنه كيعدلوا الكوريقات نتاعك يسخروا كيديروا كذا الخدمه اللي كنتي دايره هنايا يعطيوها لك. يعني كدير شي مهنه غتكبر شويه غادي تبقى تعلم شي مهنه باش انفو كيوصلوا 18 سنه كيصيفطوهم يخدموا في شي بلاصه في الاسبان بالوراق نتاعهم، يعني ما كيخليهمش يتشردوا هنايا. ولا هادشي اللي بغيت نقول لكم. تلاقينا واحد الدري خرس سميتو عادي، تا هو راه هنايا في السنترون. تا خويا عادي نعاود لهم داكشي الحقيقه في الدقيقه، كيفاش كيعاملوكم؟ يعني مش غادي تزوق لهم ولا تقول لهم داكشي اللي كاين؟ وا خوتي نقول لكم الحقيقه، اللي بغى يجي خوتي يجي البليليه السنترون خوتي، فهمتي؟ واخا صعيب شويه فهمتي، صبر صبر شحال، المهم عام عامين صبرها ولا تبقى في داك المغرب تاع حياتك كامله. المهم اخوتي السنترون فهمتي مزيان، الله يحفظك اخويا العزيز. المهم اخوتي السنترون مزيان فهمتي، ما بيش تاكل تشرب تنعس فهمتي، تعامل كذا يعني تعامل مزيان فهمتي، تعاملوا معك مع انت فهمتي مينور صغير، ما حقهم يتعاملوا معك بخير فهمتي في الصراحه، حيت انت مينور عندك الحقوق هنا. راه تا هذيك تحسب غربه اخوتي فهمتي، راه اسبانيا فهمتي. اخوتي اش غادي نقول لكم؟ اللي بغى يجي اخوتي يدبر على راسو يجي، مرحبا بي اخوتي، وما يقولكش بنادم السنترون صعيب الحوق راه وكذا. اجي اخوتي مرحبا بكم. دابا شحال من سنه عندك؟ عندي اخوتي 17 سنة. واش كيوعدوك كيفاش دير 18 سنة؟ من دير ماجور ان شاء الله اخوتي كدير 18 عام كيريقلوا لك وريقات فهمتي، ويطلعوك للغربة وهنايا ملي كتكون هنايا في الأول كيكون عندك ديبلوم، كتكون كيعطيوك ديبلوم. كدير انت شي ديبلوم باش انفوت 18 سنة كيصيفطوك كلارو ديك الوريقات نتاعك. سي عندي انا اخوتي انا الديبلوم ديال الفانتورا فهمتي، باش تشعل من الزوج الوريقات نتاع الغربة يدبروا لي هما النيت الخدمة فهمتي اخوتي. ولا اسبانيا راك شاد فيها مزيان؟ وي ضروري. شحال راك جايب هنايا؟ جايب انا اخوتي 11 شهر و 11 شهر. تبارك الله 11 شهر اخوتي 11 شهر، انتم 11 شهر اخوتي قريب يطلع الوريقات نتاعو كيدير ديبلوم، يعني لقى شي حوايج اللي ما لقيتهاش في بلاد. سير خويا ياك الله يسهل عليك اخويا الزين، هادشي ما حسبنا. الله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. اللي بغى شي حاجه يديرها في عقله ويدير السبب اخوتي والكمال على الله اللي كاين. حنا اخوتي جينا من ليليا باش نديروا واحد الاكسبيريونس جديده، بغينا يعني نسمعوا الصوت نتاع ولاد بلادنا باش نعرفوا يعني واش يعني كيعاني واش كيديروا هنايا، واش كما كيضربوهم البوليس. المهم اليوم حقيقه كامله غادي تبان، يعني مش غادي تسمعوا على واحد كيقول شي حاجه ولا. اليوم حنا جينا حتى لمليليا باش نصوروا داك الشيء ونعرفوا واش تاكاي. فوالا لا فامي، تلاقينا واحد الدري خرس سميتو داود. خويا داود شحال من سنه عندك؟ عندي 17. 17 ونص راك في الصيف. شحال جاي في السنتر؟ عام دابا. اهم حاجه بغيت نعرف كيفاش كيعاملوك؟ المعاملة شوية قاسية على حساب كاينين شي كود دوكادورات كيتعاملوا معاك. واه دوكادور يعني هذوك اللي كيعتنيو بهم. يعني كيقريوهم كاين شي واحد كيتكلم هنا عاوتاني قاسي، كاين شي واحد قاصحين، كاين شي يعني هذا الشيء اللي كنقول لكم. حنا كنعاود الحقيقة ما باغيش الزواق ولا داك الشيء اللي كاين كنعاودو. وفي ناحية الكسوه كيكسيوكم؟ كيكسيوك شي كسوه في الأعياء في إشطاط. في إشطاط يعني في الأعياء راس العام كما قال الدري الصغير، يعني ماشي خصك انت تنتكل على راسك، يعني تخدم ماشي غير مني اللي خاص الصبر تبارك الله. وكدير شي ديبلوم دابا؟ واش عارف الديبلوم تاع من؟ لا ساتور. نتاع من؟ لا ساتور. نتاع الطور؟ لا ساتور. لا ساتور لا نتاع من واش التكوين يعني؟ بنتورا. بنتورا هاكا. وباش موعدينك دير 18 سنة يعطيوك ورقة نتاك وديبلوم. يا الله يرحمك. شحال قلت لي راك جاي في السنتر؟ شي عام. شي عام. وفي ناحيه القرايه قريت في المغرب؟ القرايه كنت غادي نطلع للسانكيه ولا تما واش كنت هكا لا يعني في القرايه ما عندناش، ما لقيتش يعني داك الشيء اللي كنت باغي. ما داك الشيء ما لقيتو. يا وكاين هنايا دراري مغاربه اللي واصلين شي نيفو عالي في القرايه في المغرب وما خدموش الجو هنا. شحال من واحد عنده الباك جل عنده الباك كيبغي يبدلو فهمتي هكا يبدلو يا باش ما يقدرش ما كيستعرفوش به، هذه هي المشكله. الباك تاع المغرب ما كيستعرفوش به. كيعرفو ما عندهم الباك. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم اخوتي، كاين اللي ما كيست شحال من واحد عنده نيفو عالي في القرايه
كيقرا في المغرب والديه كيضحيو عليه كيجي فاش كي يعني صافي كيسالي قرايته ما كيلقاش خدمه علاش حيت بلادو ما عطاتوش هادشي يعني كيضر في الخاطر كتلقى مسكين دراري مغربين على والديهم وكل شيء علاش باش يعني يحسنوا الحياه نتاعهم وماشي طالبين شي حاجه وما بعدا راهم في السنتر ولكن كاين شي دراري مساكن راه كيحرقوا وكيضحيو بحياتهم ان شاء الله نمشيو نشوفوا الدراري اللي باغيين يريسكيو يعاودوا لنا حياتهم علاش يعني اضطروا باش يوصلوا هادشي واتشي نتاع الريسك دائما اخوتي خليوه هو الاوبسيو التاليه يعني حيت ماشي يعني الواحد يضحي بحياته واحد دائما يقلب شي طريقه تكون سهله يمشي فيزا قرايه بحالكم يجي السنترو هنايا يتعلم يتكون يعني اسهل حاجه حيت الواحد يقدر يمشي في البحر يقدر يموت والديه يخليهم هكا كيمرضوا وهذه هادشي اللي كاين ودابا اخوتي كاين طرق اخرى احسن فهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم اخوتي دابا بقيتونا هنا في البحر ها نتوما الباراسولات غراتويت ها نتوما كلشي ديال الباراسولات غراتويت سدوش الحياه في مليليا المهم اخوتي حنا غادي نمشيو نتكاو شويه نرتاحوا مع ديك الوحده غادي نشيو شي كاسكروطات نديهم للدراري المساكين هنايا اللي دايرين كاين دراري ما كيمشوش للسنترو كاين دراري يعني هنا كينعسوا في الزنقه ما بغاوش يمشيو للسنترو هادوك غادي نديرو لهم شي كاسكروطات نوجدوهم ونديهم لهم ان شاء الله المهم لا فامي لقيتوني جيت هنايا للبنك غادي نجبد واحد البراكه معيت غادي نمشيو للسوبر ان شاء الله باش نتقداو شي حوايج شي ماكله باش نقسموها على الدراري اللي لقاو منا معيت كاين دراري اللي ما كيكونوش في السنتر يعني مساكن كيكونوا جيعاني يعني ما كانش من يجيبوا الماكله هذيك كي غادي نجبدوا شي بركه ونتهرا المهم لا فامي حنا تقدينا الحوايج هانتوما الباكيت الكاشير العصير الالومنيو الموس غادي نحاولوا نديروا كاسكروطات ونمشيو نفرقوهم على الدراري راه غادي يكونوا الدراري ضروري يكونوا منا ان شاء الله المهم لا فامي درك لقيتونا نوجدوا الكاسكروطات والعواصر حتى هما هانتوما نفرقوهم كلشي نديروا في ميكا اللي تلاقينا غادي نعطيو عصير وكاسكروط هانتوما هادشي اللي كاين ريد هاد الميكروس باغي دير فيها ولا سي ايوا تسنى جبد العصير ودير فيها ولكن المشكلة ندير كاف داكشي يكون نقي هانتوما اخوتي العواصر المهم لا فامي الكاشر ها هو الالومنيو باش نرجلو الكاسكروت العواصر ها هما بادر ها هو فين يقطع الكاشير قطع رجل داكشي اخوان الميكرا زينة عجبناها ضو الكاميرا اللي هنايا ورحنا نقطعوا الكاشير شرينا موز شرينا الكاشير شرينا الالومنيوم هادشي اللي كاين اي حاجه كنتقسموها معكم سواء زينه سواء خايبه واه وانت الناظور تبارك الله عليك شرب الماء يشرب هكاك عادي انا نوجدوا لك هاد الكاسكروت الله يحفظك الله بصحتك ربي يبغاك جيت منا لقيتنا كنرجلوا داك الشيء الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير يلاه تهلا لي في راسك الله يحفظك هانيه يلا فامي لقيتونا كنرجلو الكاسكروطات هانتوما هاهما خويا عادي البوكوس هاهو الكاشير الومنيو يبان لي خسر لنا راه حنا عاد نرجلو هادشي راه غادي نجمعو ماهادشي نخليوه هاكا داكشي اللي كاين وغادي نمشيو نحاولو نمشيو فين كاين الدراري باش نقسمو هادشي المهم اللي كان غادي نعطيهم ماشي من الضروره يكون يعني ما يعني ماشي في السنتر ولا مثلا واحد السيد كان جاي من الخدمه منا جا عطيناه كاسكروط دام مسكين شاري عليه راه عاد ياكلو المهم لا فامي هانتوما الكاسكروطات موجودين باش نمشيو نفرقوهم ان شاء الله العواصر ها هما الدراري تبارك الله عليهم ساكن تلاقيناهم جاو عاونونا حتى هما الله يسهل عليهم يا ربي يسهل على الجميع وبادر ها هو حتى هو تحياتي لكم هذيك يا خوتي نفرقوا هادشي ونكملوا لكم المغامره المهم لا فامي لقيتونا غادي نجي تحت السوبر ميركادوني كاخو عادي تما كيكونوا الدراري كيطلبوا الماكله على شويه الله يعطيهم ولا كيوقروا تما شي حاجه ما ياكلوا حنا بغينا نديروا فيهم ان شاء الله واحد الحاجه اخرى السينترو نتاع الماء هذا هو ياك
هذا ما كنتش عارف الا كاين سنتر في منين تاع البنات، يعني فيه مغاربه الدراري صغار اللي مراري صغار كيجيبوهم. انا ما كنتش عارف هذه، انا كنت صحاب لي كاين غير تاع الدراري تاع الدراري. المهم لا فامي دوك غادي نمشيو نقسموا هذا الشيء ان شاء الله باش نفرقوا هذا الشيء، نشوفوا واش غنديروا، حيت والله الا عرقنا. شوف والله الا تمارا من الصباح حنا جري منا جري من هنا، ولكن راه هذا الشيء حسنات. اقسموا بلا اوبر واحد التجربه شي معيلي، غادي تعلمنا بزاف الحوايج. فوت مجيت السنتر تاع البنات قلت نشوفوا شي بنت يعني نسولوها يعني كيفاش كيعاملوهم وكذا، مي ما بانت لنا حتى وحده، حيت هذا وقت النعاس اصلا كلشي كيكون يعني ناعس ولا لداخل. بلاتي الا بانت لنا شي وحده نقدر حتى نسولوها، يعني نسولو دراري وبنات. واحد العصير. اهلا اروح الكاسكو. هاك صار هو عصير صار هاي لعب صار بسم الله بسم الله. اه حمود اخ شاس بسم الله. ستوني تموني كاني غن لا خويا واه كذا مزيان. عطيهم بعض العصير. عاد ثم تلاقينا خوتنا الجزائريين خاوه خاوه كونترا العديه. احنا خوت الدوله ماشي العديه والله كونترا الدوله. اي والله ورحنا خوت بصحتكم اخوتي. يلا تهلاو لي فراسكم الله يحفظكم. المهم لا فامي جينا هنايا للفرونتير ما بين يعني الناظور ومليليا، ملي نصرت تلاقينا بزاف الدراري هنا مساكين، يعني اي واحد كان عطيوه ما كيردش في وجه هنا، راه الله يسهل على اي واحد يا ربي. وداك الشيء اللي كاين كنعاود خوتنا الجزائريين حتى هما الله يسهل عليهم. وداك الشيء اللي كاين هادشي اللي بغيت نوريكم، بغيت نوريكم يعني المعاناه نتاع المغاربه هنايا في مليليا مساكن، يعني ما لقاوش داك الشيء اللي كانوا باغيين في بلادهم، جاو هنايا باش يدبروا على راسهم. وواحد ديما خوتي يشوف شي طريقه تكون مزيانه، مثلا سينترو ولا يمشي فيزا ولا لا، احسن من الريسك. الواحد الريسك يخلي هذيك اخر حاجه باش توصل للعظم، يعني الواحد ما يضحيش بحياته دائما يشوف شي طريقه زوينه بحال الدراري هما مشاو للسينترو غادي يطلعوا ان شاء الله الوريقات نتاعهم ان شاء الله. ايوا هذاك الشيء اللي كاين اخوتي. حنا دركا في واحد الحي هنا تاع المغاربه يمكن من نادي الريف. بسم الله. ها انتم جينا هنا للفرونتيرا لقينا الدراري. ها انتم كلوا الدراري بصحتكم. رجع عندي ربي والله يعطيكم الصحه. باقيين الدراري تما صافي غادي نجيبو لكم. شو لي نجيبو لكم انا خويا كي داير لو اكس سنتر ولا يلا كيف دخلت يلا دخلت كي داير السنتر كي كيعاملوا اي سلاك صحيح. المهم احسن ديك البلاد ياك احسن احسن لو ما سندرو ان شاء الله يصبر راه عندو تما وريقات داك الشيء اللي كاين ما عطاتكش ماشي مع المسؤولين اللي بعثوا لي. قريت قرينا 12 سنه ديال القرايه صاحبي وما قريت والو صافي عيينا من ديك البلاد ماشي مشكل ربي يخلف يصبر وراه ربي غادي يسهل عليك اخويا وكل مع الدراري علينا ما كنت كنتخيل ياك اني جيت الله يحفظك. انت اخويا عطيتك في السنترو اخويا في السنترو انت قول لي بغيت مصلين فيك مزيان داك الشيء مزيان مخير كاع ان شاء الله الله يسهل عليك مزيانك في السنترو حتى انت الله يسهل عليك اخويا الزين وبصحتك. هادشي اللي بغينا حنايا جينا هنايا اي باش يعني نعرفوا الدراري واش كيتصلاو فيهم ما كيتصلاوش فيهم. في هذا الفيديو راه غادي نشوفوا البوليس اشوف السلطات في المغرب، يعني داكشي اللي كيحسن ما تشوف تريسكي والله هما السينطات ولا وريقات مزيان اخوتي الله يسهل عليكم الله يحفظكم. والله الا الضرافات مساكن الله يسهل عليهم يا ربي. كتلقى يعني دراري جون يعني مضحيين بحياتهم. وفين اخو ثانيه اكملوا الكاسكروطه ثاني نجيبولكم شحال من واحد غنجيبو حتى الدراري راهم تما واه المهم راني غادي مع الدراري اللي غادي ياكلوا ان شاء الله راه ما تشبان وجهكم كاع ما تخافوا صافاكم السنتر نتوما كي كيعاملوكم مزيان واه هاك خمس عليا 10 باش نتحرك انايا وتتوجد لهم حتى داكشي دابا ربع اخر جاوب ثلاثه اللي بقاو. المهم فاهمين فرقنا الكاسكروطات الحمد لله، وبقاو شي دراري بقاو يعيطوا لنا من الجهه الاخرى عاود حتى هما ما يعني ما شاطلناش، حيت راه فرقنا اكثر من 30 كاسكروط. هذيك هي ديناهم عند مول الكاسكروطات دار لهم كاسكروطات تم دينا شي 12 لواحد ولا والعصير والحمد لله، يعني دينا لاجر وابار عاودوا لنا حياتهم. هانتوما راكم تشوفوا راهم في السنترو الله يسهل عليهم يا ربي يعدلوا وريقاتهم. وراه مغامره هذه شويه صعيبه صراحه تعذبنا. شوفوا العرق الصبر دينا تعذب تبادر حتى هو تما الكحله كارطه بشحال ثقيل
دوروا لا بيبي. واه والله يسهل على الجامع. ديما كنقول لكم اخوتي يعني شي طريقه زوينه مثلا دراري راهم في السنترو واحد يمشي قرايه كونطرا يعني ديك الحركه ديما واحد من الاحسن يخليها ابار واحد ما يضيعش حياته يعني باش يمشي دائما كاين طرق احسن. هذيك هي بدر توارث كره راه نفوت الحرب واش هي الله يسهل على الجامع. انا بغيت نوصل لكم واحد الميساج. انا ايمن اليوم جينا حتى لهنا الله يرحم لكم الوالدين. السؤال اللي كان في مليلي عادي ريسكي سوا اللي حرق ما تشفروش لان سوا غادي يشدوكم تشفروا غادي يرجعكم ديريكت للمغرب الاولى الفطه الاولى الزوجه الثالثه ديريكت مارويكوس. ما كاين لا هذه لا هذه ما تشفروش. اوروبا شوف كاين اوروبا بغات الناس اللي تخدم على راسها وتدخل سوق راسها كما كتشوفوني انا ليا غير الخدمه ودخل سوق راسي. الناس كتشوفك تما يعني واخا قاعد تكون حارق الا كنت خدام ودخل سوق راسك راه والله ما يهضروا عارفينك وما يهضروش معاك ولكن الا كنت كتوشي الحوايج هاك واك راه ما تطولش عمرك دير الورق. هو لقيت انا خوتي دور كيسالينا حنا مع الدراري غادي نمشيو للبحر نتبحروا فين دي تورناج غادي نمشيو دوك نتبحروا شي اخوتي والله الا عينا والله الا من الصباح والله يسمح لنا مع الدراري بجوج مساكين والله لا رجولة مسهل عليهم مزيان عاونونا عاونونا باش درنا الكاسكروطات وراونا الدراري فين كيكونوا هضرنا مع الدراري. وهاد الدري البوكوس اللي شفناه الصباح كان يبيع الماء رجولة شوفوا علاش قلت لكم شوفوا هاد الدري صغير مسكين جاب نهار والله والله الا يعني ما كتلقى ما تقول. الشاطئ نتاع مليلي الصراحه زوين بزاف الباراسولات غراتويت متخلصتها دور تخيلوا كرسي لقينا كانوا رامينو ليها في الاخر جبناه ها هو مهرس من هيها راه حنا تاهو مبحرين به حنايا كلشي نتاع الله كلشي يدوز الدراري مشاو يعوموا مساكن ها انتم هذا هو البحر نصور لكم راسي لان تقدر تبان شي حاجه اللي ما خصهاش تبان حيت العائلات كيتبعوني وكنحتارمهم بزاف. هذيك اخوتي غادي نمشي نضرب واحد العومه حيت عينا والله الا خويا بدر واحد التماره اليوم والله اخوتي عينا بزاف اليوم ولكن شوفوا هيك انفو نشوفوا الكومونتيرات ديالكم زين كومونتيرات دعم يعني وحيت ضربنا تماره صراحه واوبرات شي كامل تجربه جديده تعلمناها في حياتنا والله انا هادشي انا الحمد لله الوالد نتاعي داني فاش كنت صغير ولكن دابا من جيت وشفت هاد المعاناة بنادم شي ما لاقي ما ياكل وتمارة كتقول يا ربي الحمد لله كتعطي قيمة لشي حوايج ما كنتش عاطيها لهم. المهم لا فامي الدراري صافي والله ما سخينا بكم صافي غادي تصاوبوا نمشيو ان شاء الله للسنترو والله الا سمحوا لنا اليوم شقيناكم وراكم عزاز انتم اخر كلمه قولوا اللي بغيتوا بلا خير تلاقينا الوقت ان شاء الله ان شاء الله نلقانا في اوروبا ان شاء الله خوتي نتلاقاو مع امير في اوروبا والله يسهل على الجامع ونتمنكم اخوتي حاجه واحده ويتهلاو لي في ايمن وهذا الراجل والله الا رويج تابونا معاه وبارطاجيو معاه وتبعوا راه كيقول لكم داكشي اللي كاين في الغربه ماشي الغربه كامله كيقول لكم الحقيقه في الدقيقه ما عندناش مع الزواق. المهم اخوتي ابوني ابوني ولايك لايك 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 انتم لقيتوا الحوت ديالنا وجدا وجدا ما كان لا وجدا لا والو صطال يا مليلي وريهم مليلي وريهم مليلي يا مليلي يا مليلي انتم خدامين على راسهم الباركين رجول اخويا وعاد خدام على دراع هذا هما الرجال الرجال يعطيك حومتك غادي دي كاس خويا كريم والدراري ولاد الحومه حيز الزيتون كاملين راكم تما راكم تما العز واش لا فامي وصلنا لوجدة على سلامتنا الحمد لله راه العشرة ونص تبدل خرجنا مع الربعة نتاع الصباح نعسنا شي جوج سوايع هاد كي وصلنا راه العشرة ونص حنا مدقدقين اخوتي جينا في واحد الطاكسي من دوك القدام واش غادي نقول لكم غادي نعس انا ما غاديش نوض حتى لغدا ان شاء الله الله يلا عينا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم نتمنى تكونوا تعلمتوا منه بزاف الحوايج
كيما انا بحيث انا تعلمت منه بزاف الحوايج، والتجارب الاجتماعيه اللي كندير راه كنتعلم منها بزاف الحوايج في الحياه انا اللي كتنفعني في الحياه، وكنعطي القيمه لشي حوايج اللي ما كنتش عاطيهم. يعني الواحد يقول الحمد لله حيت عايش مع والديه ما خصو حتى حاجه. يعني راك تشوفوا مساكن الدراري في الليليه توصلت هاد الحيت عندكم وباش عارف اخوتي بلا راه على عيانين مش عارف اخوتي بلا راه على عيانين وراه انا مدقدقين. انا داكشي نتمنى ديروا جيم لهذا الفيديو، ونتمنى تكونوا تعلمتوا من هذا الفيديو بزاف الحوايج كيما حنايا وراكم عزاز. المهم لا فامي الفيديو غادي يسالي هنايا بحيث بديتو في وجده وغادي نساليه في وجده. حاجه اللي نقول الله يسهل على الجميع فين ما كانوا يا ربي، وراكم عزاز. نتمنى الميساج تاعنا يكون وصل. الحمد لله اكسبيرينس زوينه صراحه دوزناها، واخا يعني ضربنا تماره ولكن يعني تعلمنا بزاف الحوايج. وراكم عزاز خويا بدر الله يسهل على الجميع. لاشين تاعو خليها لكم تاع باش هو تشوفوا الفلوق اللي دار. جيبوا له وصلوا له واحد 5000 ابوني ولا، وراكم عارفين الفيديو اللي دار على 20000 في، وراكم عزاز بزاف. وفادر الله يسهل على الجميع. هادشي اللي نقول لكم حاولوا تقراو، اي واحد يحاول يمشي قرايه ولا يمشي وراخ ما يفكرش هادشي اللي كنوريو. وراكم عزاز تهلاو في راسكم حتى شي فيديو جديد.